كل عام وأنتم بخير. بمناسبة المولد النبوي، صلوا على من قال: متى ألقى أحبابي؟ فقال أصحابه: بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ فقال: أنتم أصحابي، أحبابي قوم لم يروني وآمنوا بي، وأنا إليهم بالأشواق أكثر. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير الخلق أجمعين سيدنا وشفعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، حلقة اليوم هنتكلم فيها عن موضوعات كتيرة، ولكن أهمها جالي مسجز كتير جدا منكم امبارح، في كومنتس اتحطت على الفيسبوك بيج، وفي كومنتس اتحطت على فيديو سابق ليا، ناس بتسألني عن موضوع تريكا ورأيي في موضوع محمد أبو تريكا. موضوع ده مهم جدا جدا بالنسبة لي أنا شخصيا يعني، وهبدأ بيه حلقة اليوم. قبل ما اتكلم على موضوع محمد أبو تريكا، أنا هوريكم فيديو صغير. أنا برجو منكم كل اللي بيتفرج عليا وبيتابعني، لو حتى مش عايز تكمل بقية الحلقة، الدقيقة ونص تقريبا اللي أنا هعرضه لكم دلوقتي ده أهم من أي كلام أنا هقوله، ياريت تكملوا الفيديو بتاع تريكا للآخر وبعدين هنعلق عليه. حس بعيالنا زي أبو تريكا، تكفى الوحيد اللي حس بعيالنا وحس بقلوبنا. إنسان طيب وحنون، ربنا يكرمه يا رب، طول عمري بدعي له. من اول عيالنا ما ماتت لغايه النهارده، هو مش بعيد عننا بس بيبعت لنا على النت، شوف الدنيا بعيده عليه بس فاكرنا. كابتن ابو تريكا اخر مع ابو تريكا عملها معانا ساعه ما كنا في عيد الام، خدنا كل القصف وتبوسين وبجاشين على فكره. ابو تريكا بيسال عليكي برضو، انا عارف كان بيتصل بيك على طول وبيطمن عليك. كان وكان بيجي لي البلد وعرفت انه جه المقابر لمحمد كذا مره من غير ما يقول لك، بجد من غير ما يتصل. وناس كتير قالت لي ده جه وفرق فلوس كتير على الناس الغلابه على راح محمد، ومن غير ما يتصل حتى عليا ولا يقول لي. الناس اللي خدت فلوس اللي جت قالت لي. انا ابو تريكا كان في الغرفه، في الاوضه، في اوضه اجتماعات كده كان بيقعد فيها، ما شاء الله كان بيبقى معاه اجنده كده، انا كنت دايما بلف حواليه كده اساله هي الاجنده انت بتمسكها بتكتب فيها ايه، الاسامي اللي مكتوبه فيها دي. دي ما شاء الله بيوت ناس مفتوحه كتير. كلم جد، انا بكلمك جد والله العظيم وحياه ولادي، زي ما بقول لك كده كان بيمسك الاجنده، كنت انا دايما بس يقول لي لا ما مش هقول لك ايه. جه في يوم كده فبقرا بسال الولد اللي بيودي الحاجه، قال لي دي كل دي ما شاء الله بيوت ناس مفتوحه، بيبعت زي الاوردرات كده بيبعت للبيوت كل شهر. كابتن محمد ابو تريكا ده ما حدش كان بيشوفه بيعمل معانا ايه كناشئين احنا طالعين. كابتن محمد ابو تريكا انا عارف الكلام اللي انا اقوله ده ممكن يزعل مني فيه، والله العظيم كان بيديني فلوس اوصلها الناس عندنا في الزاويه. ده تريكا اللي انا اعرفه يعني، ده محمد ابو تريكا اللي انا اعرفه، ده محمد ابو تريكا اللي انا بحبه، ده القدوه بتاعتي، ده الانسان، ده ابو تريكا الانسان. كونك انت بقى يا عم الحاج اللي قاعد في البرنامج تقول ان هو كان تصرفه غريب وان هو احرج المذيعين بطريقته وان هو مشي وده كان تصرف مش بروفيشنال وهو اساسا كده كده ضعيف في التحليل وفي اللي اكفأ منه، ده الكلام ده وانت اصلا شخص فاشل وملكش اي 30 لازمه، وكونك ان انت على اكبر الشاشات بتعمل برنامج ده عشان انت سعادتك عامل كده، ده عشان انت سعادتك بتعمل كده مش اكتر، مش عشان انت يعني حد كفاءه او ليك لازمه او بتاع، انت شخص ملكش اي 30 لازمه. واللي زيه اللي طلع من اوضه اللبس علينا او من اوضه الفران يعني والله العظيم ربنا يتوب علينا من اشكالكم، لما ما تكونش بني ادم ورحيم ما تحكمش على البشر، ارحمونا بقى عشان انتوا بجد زهقتونا في حياتنا. الناس اللي بتفضل تحاكم بعضها بدون مبرر، ده لولا ستر ربنا كان زمان بلاويكوا واحد واحد على الملأ. فبلاش نطلع نزايد على بعض، بلاش نطلع نتكلم على بعض، بلاش ده يقول لك لا اصل المفروض تبقى بروفيشنال واصل المفروض تبقى مش عارف ايه، والهبد اللي انتوا بتهبدوه ده في حاجه اسمها انسانيه، في حاجه اسمها بني ادم. لو هتتكلموا من ناحيه البروفيشنال تعالوا اكلمكم انا واقول لكم ان البني ادم لما بيتعرض لضغط نفسي معين بيحصل له حاجه اسمها كف معرفي، الكف المعرفي ده يخليك كده كان في ستاره سوداء نزلت على وشك، انت مش شايف حاجه ولا عارف تتكلم ولا عارف تقول، حتى لو انت كنت بتقدم برنامج ومذاكره كويس جدا
والسكريبت قدامك وفي سماعة بيقولوا لك فيها، صدقني انت لما يحصل لك الكف المعرفي ده هيخليك انت خلاص انت out of control، انت مش عارف تتحكم فيه اي حاجة. فبالتالي البني ادم اتحط في موقف صعب في حياته، طبيعي جدا جدا ان هو يحصل له كده وان هو يتوتر. انتوا بقى بتزايدوا وبتقولوا ان هو بيعمل دراما، والناس اللي طلعت على تويتر وقالت لك دراما كوين وكده، يعني ارتقوا شوية وخليكم بني ادمين، بلاش تنزلوا المنزلة الخنازير. لان انا بالنسبة لي كل البني ادمين اللي بيقولوا كده فانت مش بني ادم، انت فعليا خنزير. لما تقعد تقول ان الشخص اللي بيزايد على او تزايد على شخص بيتكلم على حياة بني ادم او على حاجة زي كده، موقف هو عايشه وموقف احنا عشناه وشفناه، يعني رحم الله شهداء ال 74 الاهلي وشهداء ال 20 الزمالك وكل شهدائنا على صعيد بقى اللي مات في حرب واللي مات في 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 في, في ملعب كرة قدم. يعني المواقف دي يا جماعة بتبقى كبيرة جدا على الانسان هو يتحملها، واللي عاشها بس هو اللي هيحسها. كونك ان انت مش حاسسها، فانا زي ما بقول لك انت نزلت من مرتبه البني ادم لمرتبه الخنزره. واحنا اصلا فكره ان احنا نطلع ونرد عليك، انا مش برد عليك ولا على اللي زيك، انا برد على الناس اللي انا بحبها وبحترمها وعلى راسي، اللي بيكلموني وبيبعتوا لي وعايزين يعرفوا رايي، فده رايي. احنا مش هنزيد على تريكه، اللي انا عرضته لكم ده تريكه، يعني ده جزء على فكره، ده مش تريكه، ده جزء من تريكه اللي هو بيعمله تريكه الانسان. فارجوكوا كفايه لحد كده، وتريكه مش محتاج ان انا اطلع دافع عنه اصلا، هو كده كده في غنى عن دفاعي عنه. انا بدافع عن الانسانيه والحق، ده اللي انا بعمله بخصوص موضوع تريكه. طيب، في اخبار متنوعه كتير انا مش هخش في تفاصيلها لان اعتقد تفاصيلها كل الناس اتكلمت فيها، فعشان ما اطولش عليكم نظرا لتعدد الاخبار، موضوع مجلس النواب والمخالفات بتاعه اتحاد الكوره في 27 طلب احاطه، اكيد انا مش هكلمكم فيهم كلهم، بس في مهزله. وانا قلت لكم ان ابو ريده ومجاهد عمرهم قليل، وانا قلت لكم هي مش هتدوم لحد، ما حدش هيمشي وياخد الكرسي معاه. فبالتالي الموضوع ان شاء الله قلت لكم اتس ماتر اوف تايم، وهو هيكون يعني ان شاء الله الاثنين دول الى مزبله التاريخ في ملايين، تكلموا في ملايين والله العظيم ارقام. انا لما قعدت قريت الارقام دي انا اتخضيت، في ارقام راحت لناس ملهاش علاقه بالكوره، في ارقام راحت لناس ما تستحقهاش وليها علاقة بالكورة، فملايين كتير جدا. أنا مش هقعد أسرد لكم التفاصيل بتاعتها، ولكن يكفي أن أنا أقول لكم في 27 طلب إحاطة إن شاء الله قربت وهنرتاح منهم. طيب، انتخابات النادي الأهلي لم يترشح أحد، إن شاء الله النهاردة الساعة 6 هيبقى في مؤتمر لكابتن بيبو، يعني كشف حساب هيقول فيه إحنا أنجزنا إيه من الأربع سنين الماضية، إيه الكلام اللي إحنا قلنا هنعمله، إيه اللي تم وإيه اللي لسه إن شاء الله في القريب هيكون بيحصل. فإن شاء الله يكون مؤتمر ناجح جدا، ملوش علاقة بالانتخابات، ما أعتقدش إن هو يتكلم فيه عن حاجة ريليتد بانتخابات القادمة، أعتقد إن هو كشف حساب فقط. طيب، نيجي بقى لتصريحات حازم إمام. تصريحات حازم إمام بتضحك قوي، يعني والله التصريحات اللي قالها حازم إمام بتضحك. حازم إمام بعد الموضوع اللي حصل في بعد مباراة تذكر، طيب كان انا قلت لكم ان كان في شكوى هتتقدم بعد الماتش على طول، قلت لكم ان كان في شكوى هتتقدم، طلع بيقول ان الكلام ده مش حقيقي ومش صحيح وان ده ما حصلش. تعال نشوف حازم إمام بيقول ايه. بيقول ما حدث بالنص أنني بعد المباراة صافحت اللاعبين وكارتيرون وذهبت كأول شخص إلى غرفة خلع الملابس، دفعت باب الغرفة بقوة جون سينا فانكسر زجاجي. فالراجل بقى من كتر ما هو يعني سوبر باورز، يعني عارفين هو خارق اصلا حازم امام، انتوا عارفينه احنا حتى في الملعب مسمينه هو ايه، يعني احد السوبر هيروز. فهو لما دفع الباب بما انه كان اول واحد فالباب اتكسر، وقال لكارتيرون ان كل ما بيتردد وبيحصل في مصر، وكارتيرون اكد له ان هو هينفي الخبر. وبيقول بعض الناس تحب ان تصطاد في الماء العكر، كنت اتمنى ان تفوز كل الانديه المصريه خارج الديار، بيلقح علينا، ولكن الزمالك هو الوحيد الذي فاز، فكان بالتاكيد لابد ان يتحول هذا الفوز الى ازمه الدوري في الزمالك. الامور اللي فاتت اننا نمشي على سطر ونسيب سطر دي مش تحصل تاني، وان لم تستحي فافعل ما شئت. ده تعقيبي على كلام حازم امام. قريبا قريبا ان شاء الله هنشوف تجميد حازم امام، وبعد كده هيبقى ده اكبر رد عليك. احنا مش هنرد عليك، هو اللي هيرد عليك هو نادي الزمالك. كارتيرون بيحضر دلوقتي ملف كامل بالتطاولات اللي حصلت، هو مش بس تطاول على كارتيرون، هو تطاول على كمان احد زملائه، وجاي دلوقتي بيقول لك جنش يا حبيبي وحشتني، زميله بتاع امبارح بتاع التطاول بتاع كارتيرون، اللي هو قال لك انا بس حذفت الكرسي وما جيتش ناحيه
كرتون اتعصبت شويه. فهو ايه يعني قال لك يا ابو زومل وحشني في توقيت اصلا غير مناسب خالص ان حازم امام يقول فيه الكلام ده عن جنش. طيب فانا بقول زي ما قلت لكم كده ان شاء الله هتشوفوا تجميد حازم امام قريبا, وده هيبقى افضل رد على حازم امام. اتحاد الكرة ورابطة الأندية, الصراع اللي احنا مش عارفين هيوقف على ايه في ظل الظروف اللي بتعرض لها اصلا اتحاد الكرة دلوقتي. اعتقد ان هم عمرهم قليل جدا. اتحاد الكرة بعت لايحة للأندية ورابطة الأندية بعتت لايحة, احنا مختلفين الاثنين عن بعض, مش عارفة المفروض الفرق هتمشي على مين فيهم. طيب من قرارات اتحاد الكرة عدم تسجيل اي ناشئ يبعد عن النادي 50 كيلومتر, ده قرار يعني ساذج. اعتقد ان الكلام ده كان موجود في اللوائح من قبل, بس في بعض البنود كده بتثار في توقيتات غريبه. يعني انا عايز اسال سؤال بسيط جدا وسهل, هو انا يعني كناشئ مثلا سي انا شغال انا ساكن في 6 اكتوبر طيب, وعايز اسجل في نادي الاهلي ولا عايز العب في النادي الاهلي اللي هو يبعد بعيد, يعني معرفش طبعا كام كيلو يعني, بس هو مسافه كبيره جدا, هل انا معرفش اعمل عقد سوري كده اللي هو عقد اللي هم بيقولوا عليه اسمه ايه ده ايجار جديد مثلا في شقه, واجيب صوره عقد ان انا ساكن في مدينه نصر؟ يا جماعه ايه الهبد والعبط اللي انتوا بتقولوه ده, بجد حاجات ملهاش اي لازمه, مش فاهمه ايه سبب ان احنا بنطرحها للنقاش دلوقتي. طيب الابرز بالنسبه لي قرارات رابطه الانديه, بيقول لك حتى الان لم يتحدد اسعار التذاكر. كان في حاجات اتطرحت على السوشيال ميديا باسعار التيكتس اللي موجوده, وكلها كانت اسعار طبعا اوفر جدا جدا. الله يرحم التذكره ب 30 جنيه في تذاكر انا محتفظه بيها اصلا اليوم, وده كده كانت عظمه على فكره, ال 30 جنيه دي كانت رقم يعني. طيب ف بيقول لك ان اصلا هم ما حدوش لسه اسعار التيكتس, والكلام اللي اتطرح ده كله يعني مش حقيقي, ولسه القائمه بتاعه اسعار التذاكر ان شاء الله تطرح قريبا. وموضوع قائمه الممنوعات, قائمه الممنوعات دي بقى ايه يعني, عارفين كان في موفي كده انا مش فاكره دلوقتي, بس اللي هو ايه اي حد هيكلم اللي جنبه او هيفكر يكلم اللي جنبه او هيبص على اللي جنبه, فيلم الناظر ذنبه على اللي جنبه, هو ده بالظبط الايه اللي عملوا الرابطه بتاعه الانديه. انا هقول لكم, انا مش هقول لكم الغرامات يعني, انا مش هقول لكم الغرامات الا هتوقع على الانديه اللي هتعمل جمهورها الكلام ده, بس انا هقول لكم الممنوعات عشان الممنوعات دي بصراحه ضحكتني جدا. طيب بطاريات او ادوات شحن او اجهزه تخزين طاقه, المظلات مش عارف ايه المظلات دي اللي هو الامبريلا يعني تقريبا, وعسل سيلفي السيلفي ستاك, ولفائف الورق, والأسلحة والمتفجرات, ولا هناخد معنا متفجرات, والأدوات الحادة, العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية, ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية, التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلى الاستخدام الشخصي. يعني أنا مثلا حاضر ماتش بحضر ماتش ما ينفعش إيه أسجل وأجي أزعلكوا على القناة عندي, لا ده أنا لازم بس التسجيل ده يبقى إيه استخدام شخصي, أشوف أنا في الأوضة بس يعني. الكحول والمخدرات, طب حضرتك الكحول ده مطهر عشان الكورونا ولا إيه الموضوع؟ مش أكيد مش هنولع فيه. المواد ذات الطابع العنصري مثل الاعلام او القمصان, تخيل انت بقى ضحك التنين ان انت تروح من غير العلم, طب احنا بنتكلم في الستيك مثلا بتاعه العلم, ما ينفعش فتاخد علم بس يعني علم قماش اقصد يعني من غير ما تكون في حاجه ناشفه يعني طيب او صلبه, فانت لا ما ينفعش تاخد علم لان ده ايه طابع عنصري, عنصري يا شرير يا نوتي, رايح تشجع النادي الاهلي واخد علم النادي الاهلي, لا لما تروح تشجع النادي الاهلي خد علم يوفنتوس معاك, وانا هبقى موافقه طبعا كده كده. طيب او القمصان يعني هنروح مش لابسين تيشيرت النادي, هنروح لابسين ايه يعني, هلبس دريس مثلا وانا رايحه اشجع كوره في الاستاد, انا مش قادره افهم فيه ايه. الطائرات اللي مش عارفه ايه كده, اللي هي الطائرات اللي انا مش عارفه اسمها بصراحه, الطائرات اللي هي بتسجل يعني, في الطائرات اللي هي صغيره زي الهليكوبتر كده اللي بتسجل دي ممنوعه طبعا. المواد الترويجيه او الاعلانيه, طيب عبوات الطلاء, البخاخ او العطور او المواد الكيميائيه او اي مواد اخرى تسبب الحرائق او الاضرار, احنا اتكلمنا طبعا في الالعاب الناريه قبل كده وكده كده دي من زمان وهي ممنوعه. السجائر وملحقاتها يعني انت عايز حضرتك تعفر عفر بره وبعد كده ايه وكمر العلبه في الشراب هيقفشوك برده, فانت تسيبها بره في اي حته كده تطلع تلاقيها اتخدت, وملحقاتها طبعا سجائر الكترونيه ممنوعه, الحاجات كلها اللي هي الفيب بقى او البود او وات ايفر ايه كل ده ممنوع, والابواق التي تسبب ضغيجا مرتفعا او ابواق الغاز, يعني احنا ما ينفعش ناخد معانا حاجه يعني تيت تيت لا مفيش الكلام ده, بقى صفر ببقك. والحيوانات, طيب ادي القايمه العجيبه جدا, لو لابس اندر شيرت هيعلقوك منه على باب الاستاد.
عايز اقول الحمد لله على السلامه لاحمد ياسر ريان اللي عاد الى نادي التاي سبور وشارك في 45 دقيقه من المباراه بالامس، وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا لمنتخب مصر في الفتره القادمه، وايضا تريزيجيه ان شاء الله في التاهيل يعني قريب جدا يا رب، ربنا يتم الشفاء على خير. طبعا تريزيجيه الاصابه كانت قويه فيعني نتمنى الشفاء وان شاء الله وبرده يرجع لمنتخب مصر. اختم حلقه اليوم بمحمد صلاح أو الملك المصري، يعني فخر العرب وفخر المصريين، والحاجة الأيقونة اللي هتفضل على مدار التاريخ كده يعني مش تتنسي، يعني حفر اسمه خلاص، هو اتحفر فعلا ومش هيبقى حاجة. وعدت صلاح في جائزة إيرث شوت اللي كان بيقدمها الراجل بعد ما طلع اتكلم، كل الناس اللي أخذت الجوائز طلعت اتكلمت على ليفربول وعلى محمد صلاح وعلى الدوري الإنجليزي والدور القوي جدا اللي بيقدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، وختموا برسالة لمحمد صلاح قالوا له You will never walk alone more، رسالة يعني قمة الحب وقمة الجمال. وأعتقد في حاجة برضو إيجابية جدا من مصر تكريما لمحمد صلاح، دي حاجة أسعدتني أنا على الصعيد الشخصي، وهو إعلان وزارة التربية والتعليم إن سوف يتم تدريس مسيرة محمد صلاح في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية والثانوية في السنة القادمة بإذن الله، ويجي لك واحد ملوش لازمة وآخره يعني إحنا ندرسه هو نفسه في الساينس في الشابتر بتاع الكائن احادي الخليه، يقول لك محمد صلاح متخاذل ويقول لك كتفه. عجبني اخر حاجه هختم بيها التويت اللي عملها حارس واتفورد لما قال ان هو نشعر جميعنا بالاحباط اليوم، ولكني مكابتن مو صلاح ولذلك اشعر بالقليل من الاحباط. فوالله العظيم يعني الراجل اصلا مكابتنه وهو يعني ده الجول كيبر وعارف ان هو هيشيل من محمد صلاح، فحاجه والله اسعدتني جدا وتويت كانت كوميديه للغايه. يعني بختم حلقه اليوم بكل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه يوم 23 باذن الله، وارجوكم كفايه هجوم على موسيماني، الراجل معانا ومكمل كل الدعم لموسيماني، كل الدعم لكابتن بيبو، طالما كابتن بيبو بيزكي موسيماني احنا وراك يا بيبو، احنا وراك يا موسيماني، احنا وراك يا اهلي. Thank you.